احتجل يوم الاثنين العديد من قاطني السكنات ذات الغرفة الواحدة المتواجدة بحي مختار عبد المجيد التابعة لبلدية دعمار أمام مقر ولاية عنابة، مطالبين السلطات المحلية التدخل والتسريع في عملية الترحيل السكنات اللائقة. التغطية اللي كانت لي عبد الناصر جلال. أول حاجة هو نداء واستغاثة وصراخ لولي ولاية عنابة. نحن سكان غرفة واحدة نطالب بالإسراع في الإفراج عن الغرفة الواحدة لبلدية سيدي عمار. ورموا كل حولوهم غير احنا، واحنا رانا نطالبوا في حقنا، ما نطالبوا حتى في شيء. رام يلعبوا بينا كل يوم يلعبوا بينا. جيتنا لونكيت خطرتين للدار، واللي ما عندوش عنده 5 اولاد. انا عندي 5 اولاد وعندي المراه تاعي مريضه، عندي بنتي وزماطيك. راه مكرهونا اخويا، راه مكرهونا. جينا نروحوا شاف دايره، قلنا هو الاولويه اليوم. قال لك هو عمل لكم الغاء السيد المدير تاع لوبيجي. كيف يجي الالغاء ده؟ عطيهولي، هو قرار رئاسي ده، كيف يتلغى؟ فهمهولي اخويا كيف يتلغى.